مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم رجينا نقسموا هذه الخلية. هنا نقسموا دابا راه موسم التقسيم. علاش ما كنبغيش نحيد الخشب بزاف باش الملكة تبقى في القسم، عفوا تبقى في الأم. شحال اليوم 14 مارس ياك؟ قرب انا هو بدا كيربي بيوت الملكة، مازال ما وضعش فيهم البيض ولكن بدا النحل صافي كيتهيأ. هاهو واحد جوج، مازال الملكة ما وضعش فيهم البيض. كنضرب هكا باش الملكة تهرب. هاد الشمعة هذا راه طبيعي، هاد الشمعة هذا بناه نحل الرافض. هاد الشمعة هاد الشمعة هذا راه بناه نحل الرافض. شو شحال من بيت كيبني؟ ها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية سعود. سعودي ما تيجي سعود، شوف من هنا عدد. ها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. مازال ما وضعتش الملكة في ملكها. نقسمو على ثلاثة من الإطارات، نقسمو على ثلاثة باش تبقى الأم مجهدة، الأم تبقى مجهدة. شوف النحل كتعامل معاه بسهولة، ما كيطورش. هنا نحاولو ما نقتلوش. نشوف نقلو دابا، نقصو عليه دابا ونحل. نحل عندنا هاد الأم هادي غادي نهزوها نقطعو عليه، وهاد الخلية غنجيبو عليه. الإطارات غنحيدو. Thank you.
هذا قاموا الهز ديالو لهنا. شي غنمشي ليه شي غيجي ليه وهذا غيطري في الراس دبر ثانية بعد الظهر غادي يبدا يدخل دابا غادي يدخل هنا النحل اللي محمد كاين النحل كيدخل بحبوب بلقاح شوفوا النحل كيف كيدير باش كيلا غير خوتو يدخل دابا الملكة كتقول لك الملكة كاينة شوف غير من اشارات النحل ها يلا اللي عجبته قناة عزيز لتربية النحل اشترك معنا مزيد من الفيديوهات مزيد من المواضيع هذه النحلة عندها حبوب لقاح حتى هي تضرب الأجنحة يلا دمتم في رعاية الله.